كيف نقوم بتغيير وتخصيص ضوء الإشعارات LED وتحديد لون معين لكل إشعار ولكل تطبيق داخل الأندرويد؟ نعلم جميعا أن أجهزة الأندرويد توفر 3 ألوان للإشعارات، مثل أن يظهر اللون الأحمر أثناء الشحن والأبيض للرسائل، لكن هنا سوف نقوم بتحديد أي لون نريده ولكل عملية داخل الجهاز ولكل تطبيق، كأن نقوم بتحديد اللون الرمادي لإشعارات الواتساب واللون الأخضر للمكالمات التي لم يرد عليها والإيميل وغيرها من التطبيقات. تابع معنا الخطوات. بداية نقوم بتحميل تطبيق LED Manager، ورابط تحميل هذا التطبيق موجود داخل الموضوع أسفل وصف الفيديو. وبعد تحميل وتشغيل التطبيق نذهب إلى الخيار الأول وهو الخيار الأهم، ونقوم بتغيير وضع البرنامج إلى Alternating Mode لتفعيل ميزات النظام. الآن نأتي إلى الخيار الذي نريده، مثلا نذهب إلى مكالمة لم يرد عليها، بإمكاننا هنا اختيار اللون المخصص للإشعار، كأن نختار اللون الأحمر أو البرتقالي، تختار اللون الذي تريده، وهنا نختار مدة الإشعار، وبإمكاننا أيضا اختيار لون مخصص بالذهاب إلى اللون واختيار لون مخصص، ثم نأتي هنا إلى خيار كود اللون المخصص وتختار هنا الألوان التي تريدها. كذلك الأمر بإمكانك تطبيقه على الرسائل والإيميل والمذكرات وغيرها. نأتي إلى تطبيق الواتساب، ندخل إلى تطبيق الواتساب ونكرر هنا نفس الخطوات السابقة. وإذا أردت إضافة لون معين إلى تطبيق آخر مثل الفايبر أو غيره، نضغط على أضف إلى التطبيق وتختار من هنا التطبيق الذي تريد إضافة لون إشعار له، ونقوم بتحديد اللون المخصص ونضغط بالأعلى على خيار تشغيل الإضاءة. الآن عند حصولك على أي إشعار سوف تشاهد الإضاءة حسب الخيارات التي قمت بتحديدها كما ترى معي الآن.